يمكن شفنا هذه الأجواء الجميلة في مركز الحمرة الفاخر، وهذه القرقعان الخاص حقيقة اللي قدموه بصورة جميلة وشاركونا في غبقتنا الرمضانية من خلال لقطات نقدمها مشاهدينا الكرام. أنا بروح حق الفنان الجميل بهلال، حياك الله. لا لا وياك أنت إن شاء الله حبيبي. لك يعني فترة كبيرة ما طلعت في مسلسل عمل، شنو سبب الانقطاع هذا؟ والله شوف بقولك شيء، هو هذه صارت يعني ربما على قولتهم يعني الغيبة هذه بسبب ارتباطي بالأسرة. تعرف الفن مهما تعطي مهما تسوي الجمهور يستاهل، والحمد لله أن الجمهور ما نساني، هذا بعد فضل من الله سبحانه وتعالى، مشكورين الجمهور الوفي أنما نسى. لكن بعد تعرف لازم الفنان يكون شوية حق البيت حق الأسرة، يمر بشوي بنيان ما بنيان يعني بنيان اي وش اسوي سوينا مملكة شكله مليان. لا وين مليان مطلوب. هو عنده صوفة واحدة قاعد يهدها استوديو. انا ما سويت بيت ترى نسوي استوديو كلها الحبة على استوديو. بس ما شاء الله ما تغير شكلك، يعني قطعت مدة طويلة وبقى طلتك مثل ما هي. جمال رباني أنا بسولف مع لولو، ما شاء الله قدمت يعني أنا بسميها وصلة مع الفنانة هيا شعيبي والفنانة نورة العميري، سويتوا شيء أبدعتوا فيه وما شاء الله تناقلوه بالإنستغرام. وعلى فكرة لولو الملة بالصج أضعف وايد من شكلها في التلفزيون. ايه انبهرت فيك أنا. خلنا نشوف سوالف هاي هاي كانت أي سوالف هاي بدعتوا فيها، خلنا نشوفها مع بعض مع المشاهدين ونرجع من جديد. على فكرة بنات اليوم أنا قاعدة على البلكونة فكرت جتني فكرة. ها فكرتي؟ أيوه. عسى ما شر من اللي بيتوفى. بسم الله علينا من اللي بيتوفى هذا شو تقول أمبيش فيك أنتي؟ يعني ندولة أنتي ما تفكرين إلا يعني بفي طامة. أمبي طامة طمك إن شاء الله. كملي كملي قولي. أنا فكرت إن إحنا لازم تكون عندنا روح وطنية زيادة على اللزوم، يلا عاد بس استحوا. الله واو كلامها وايد مؤثر، انا ما فهمت قصدك. ابا هذا تجيب تذبحني؟ لا بتذبحيني انتي، انت شو ما تفهمي الحكي من اول مره. انا قصدي بدل ما نقط فلوسنا في طوكيو وغيره 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 برا ديرتنا نستفيد نقطها في ديرتنا احسن. احنا بورصتنا ما في احلى منها، بس احنا اللي مو متعودين عليها. ترى هي صاجه من صجك قاعد تتكلم، ترى احنا ما نتعامل فيها. حبيبتي انا تعاملي واستثماراتي كلها بالذهب، ما في احسن منه. ليه نزل شريته وليه صعد بعته؟ هذا اهل الكويتي. على طاري الذهب والجول، شفتوا هذه اللي اسمها كاميليا شلون لابسه الذهب؟ أو ماي جاد أنا شفتها كانت قاعدة تمشى ولابسة ملابس هيليقية من اللي يمسنا. تقديم محمد الوسمي ونورة عبد الله على تلفزيون الكويت، شو السالفة؟ يا حبيبي عاد من اطق ما في احد ما في انت. هدي 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 وامسك حارة الامان. يا سلام عليكم. قبل شوي نسولف تحت الهواء على مع لولو وياكم جميع، يعني ان شلون تقضبون عمركم عن الضحك اثناء تصوير المشاهد. تسولف لولو تقول تبعدون شلون التفاصيل. مرات نقدر ومرات الصوت يعني ينسمع فيضطرون انه يقطعون يقولون بنعيد مره ثانيه، واحنا ورا ميتين من الضحك. مرات نمسك ضحكنا يعني نضحك بس نمسك ضحكنا على اساس ما ينسمع. بس ما تعودتوا على بعض؟ يعني انا اتوقع ان مثلا لو انا ومحمد نروح لكم يدد على الوضعيه فتلاقي من اول شيء ايش تقولون راح نضحك. بس انت احيانا مثلا بينك وبين محمد شغله مثلا ممكن هو يتكلم عاد بس انت تفهمونها، انت تفهمون ما حد يفهمها الا انت بينكم. اكيد ان شاء الله. اكيد حلو استاذ احمد، يعني يمكن ليش تضحكين؟ كلها ما تصلح تجينا. انا كريكه ما تصلح كلش تحضر لكوشنات تصوير في مسلسل واعمال اخرى. الفنان احمد العنان يعني اكيد في رسائل هادفه من خلال هذا العمل سناب ات، شنو اهم القضايا اللي تناولتوها في هذا المسلسل؟ يعني نقدم مثلا عن الروتين مثلا التقليد مثلا صارت الحين وايد تشوف عندنا مسلسلات الهنديه والتركيه اللي نسويها صارت تشوفها حتى موجوده في محطات الخليجيه بعد. يعني تشوف وايد صارت مسلسل هندي ترجمه كويتيه والمسلسلات التركيه وايد صارت عندنا الحين.
عن المراجعين، عن المحامي، عن احيانا الواحد مثلا ممكن وحده حلقه بعد عن الهنود قاعد نشوف مقتطفاتها مع المشاهدين على الهواء، ما ادري شنو سالفه الحلقه بس فيها نور العميري. طبعا انت لازم تنتقد الوضع اللي انت فيه تصلح من غير تجريح يعني تلامس المجتمع. والحمد لله شوف في ناس طلعوا مثلا انتقدوا مثلا البرنامج زين، يعني لو انهم موجودين بالبرنامج والانتقاد من ثاني ثالث يوم شهر رمضان من ثاني حلقة حكمت على برنامج، في برامج وفي اعمال وفي مسلسلات مصروف عليها 4-5 اضعاف البرنامج ما حد يقدر يتكلم عليهم. السبب والله المصالح ما يبي يجرح، لكن يجرح عونان، يجرح ابو هلال، يجرح نواف شمري عادي عنده. أكيد إحنا ماكو ليس تزلفا، قدمت عمل جميل حقيقة على شاشة تلفزيون دولة الكويت، لكن بروح حق الفنانة لولو، شنو صدى المتابعين الرد اللي لمسيه من خلال هذا العمل؟ والله عن نفسي أنا أشوف ردود أفعال وايد حلوة صراحة. حلوة أي شيء جميل. نبي نعرف هل الارتجال اللي تسوونه تسولفون فيه خصوصا فقرة هاي 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 مرات في لا هذا كله مكتوب بدر محارب ومنو الكندلي جاسم الشطيلي واحنا نعدل ونحط بهاراتنا من عندنا بهاراتنا افيهاتنا من عندنا مرات تصدمون بعض انت وهي شعيبه ونوره مرات نسولف احنا هاي تقط قطه وكافر الدقي مره ثانيه ورد القطه بس مغلى مره الله الله يعين المخرج اللي كل شوي يعين منه والله الله يعينه حافظنا وحافظينه يعني ابو فرحي والله اكيد وجهه تحيه اكيد مع حفظ الالقاب ابو هلال صارت في مشكله بينك وبين الفنانه هيا شعيبي ولا سوء فهم من خلال المتابعين سووا عليها ضجه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ انت ما رديت صرحت على الموضوع؟ لا 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 رديت انا عبر احد القنوات وهذا بعدين شوف بقول لك شيء يا اخوي يعني احنا غشمره مع ابو فواز مع استاذ فيصل البغازي مع سلطان الفرج مع اختي لولو مع هيا شعيبي ترى الموضوع بسيط يعني احنا مش نقعد باللوكيشن كل واحد رسمي والشكل انا طبيعتي اصلا اجتماعي واحب امزح وهيا شعيبي مفاهده كلها كل معزه بالعكس يمكن هو يكون استعجل منها نزلت الفيديو وهالشكل بس لكن والله العظيم انا وهيا ما بيننا الا كل معزه واصلا يعني كلنا صرنا جروب واحد كلنا صرنا يعني أسرة يعني احنا نقعد بالعمل نصور مع لولو ولا مع اخوي احمد ولا مع المخرج ولا حتى الكواليس اللي نقعد فيها ولا المصورين صرنا ربع فما يبدو ليه الناس تحب الواو يبي يسوون شو يعني لا لو في شيء يعني صدقني لو في شيء نقول مثلا بينهم زعل ولا خلاف بس ما في شيء بس إن انا الحين اصور مشهد انا وانزله الناس راح يقولون ها بينهم مشكله اصور اقول ها ايش عندك هني ما تستحين طبيعي الناس راح يقول ها بينهم يعني هيا شعيبي اخت عزيزه ولا بالعكس واعرفها من زمان فهد مو انا جديد معاها حمسني من قبل ياها من ايام فضائيات وسينما طبعا بس يعني ام فهد حالاتها غشمرتها اي طبعا تكون كوميديه الصراحه كلها كلها والاسرتها العزيزه ولزوجها ولعيالها اصلا حالات هي شنو انا كذي وتمزح وهالشكل هذه طبيعتها اكيد ابو هلال وانا واثق من نفسي الحقيقه ما يهزني شيء حلو يعني يمكن قاعد نسمع اصوات نوره اليوم قرقعان الحمراء اكيد اصوات جميله وقاعد وصلنا الصوت هنا اسمع لولو شو تقول خلينا نشوفها مع مشاهدينا خلينا نشوفها خلينا نشوف مقتطفات من القرقيعان في الحمرة مول الفخر. نوه ان هذا الحفل الحلو الخاص بالقرقيعان في مركز الحمرة الفخر متواجدين راح يكونون للساعة 1 بعد منتصف الليل، اللي يعني حاب يتواجد حياها الله، واكيد الاطفال مستمتعين مع فرقة الشياب المتواجدة باغانيهم والقرقيعان المميز من مركز الحمرة الفخر. اكيد يعطيهم العافية حقيقة. ابو هلال تسمع صوتي الحين ولا اي صوتك قبل شوي يقول لك دزلي واتساب ها اوكي كذي اوكي خليني على سناب حلو البنيان الحين خلص ولا ما خلص؟ شنو؟ البنيان لا البنيان انت كان عذرك انت قطعت اسرتي 10 سنوات بنيان باقي الصبغ 5 سنوات حتى تنقطع بعد يعني ان شاء الله مستمر مستمر ان شاء الله لا المقاول طلع خوش مقاول وين في بالكويت ولا برا؟ يبني هني البيت وياخذ القطعه خوفك بس بانيا واحنا ما ندري لا 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 شكله من خلال برنامجكم الرائع تحيه لاهلي و
شعب دولة قطر وناسنا المحبين بكل دول الخليج ما شاء الله عليهم، ولكن أهلي بقطر يعني تصدق شهر الحين وعيالي كله بيني وبينهم بس واتسابات ما اشوفهم قاعدين بالبيت مستقرين شكلي ببيع البيت. هلال ولده يدز له يوبا شفتك اليوم لما بغضب قال يا حبيبي يا حبيبي وانضربت الرجال. يعني ان شاء الله ما راح يكون في هناك انقطاع للفنان. لا لا ان شاء الله خلاص هو جت هذه فرصه، وانا من خلال برنامجكم اوعد الجمهور ان شاء الله بالمزيد ان شاء الله. الحمد لله تلقيت عده نصوص يعني، وإن شاء الله ما راح ننقطع الجمهور، وهذا فخر وشرف لي إن الجمهور ما نساني بس لأن جمهور وفي والحمد لله والأعمال جاية بالطريق. والعنا شو تقول لجمهورك على عجالة قبل أن أختم؟ أنا أقول لهم طبعا لا تستعيلون بالحكم، والحمد لله من أفضل الأعمال الموجودة، وما في شيء يعني اللي مكسر الدنيا علشان تحضرون عمل وتطوفون عمل وما تحترمون عمل. وانا اقول للجمهور هدي خمسة حارة الامان بيسوون ريمكس. ولولو شو تقولين حق جمهورك؟ والله اقول لهم ثانك يو سو ماتش في حق كل السبورت والدعم اللي قاعد تدعمون اياه، ومبارك عليكم اللي باقي من الشهر وكل عام وانتم بخير. بعد قلبي ونستونا وان شاء الله تاكلون من عندنا من المستري اللي جايبين لنا اياه من اللي غبقتنا نقصه لكم. هذا قاعد يقول انا غثيث من حالي كل انواع استمتعوا بالاكل على ما انا ومحمد نقدم مفاجاه موجوده على قناه الكويت ان شاء الله. بعد الختام ان شاء الله راح نقدم مفاجاه مقدمتها القناه الاولى في تلفزيون الكويت، اغنيه جميله وان شاء الله راح تكون يعني حلوه وجميله عليكم انتم، وهذه حصريه حق القناه الاولى. وصلنا للختام، أشكر خالد القطان المهندس الجميل اللي قاعد يقدم في تصاميم الحلوة لاستديونا في استديو برنامج غبقة رمضانية. أنا بقول شكرا أيضا لخالد لاين المهندس خالد القطان، وأيضا أبي أشكر مركز حنان دشتي، وأيضا أبي أشكر آر بيرسونال شوبر، وأبي أشكر بعد من بقى المصممة مريم التنديل، وأقول حق كل النجوم اللي شرفوني اليوم مشكورين وايد، استأنست وياكم أول مرة أشوفكم بشكل شخصي واستمتعت وياكم. شكرا فريق الإعداد والإخراج والشباب المصورين، وطلع التلفزيون ورانا عاد نورة مشكورين. أنا وياكم ومحمد بعد بنشوف المفاجأة اللي مسوينها تلفزيون الكويت بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. مع السلامة. السلام.